أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم في برنامج وجه لوجه. رحبوا معي بضيوفي الكرام، معي الدكتور أحمد الشطي مدير عام مشروع التوعوي الوطني للوقاية من المخدرات غراس. مرحبا فيك دكتور. يا أهلا وسهلا بسعادتك. وأيضا معنا الأستاذ أحمد الملا، أخصائي اجتماعي. ترى ما يصير عايز ما تقول له جايبه واسطة. أنا أخصائي نفسي. أخصائي نفسي وكاتبين اجتماعي. لا لا مو اجتماعي. اجتماعي خليك اجتماعي. اجتماعي غير. أبدأ وياك دكتور أحمد. انتشار ظاهرة العنف، وكثير من المختصين أشاروا إلى أن معظمهم كانوا يتعاطون أو البعض منهم كان يتعاطى. للأسف العنف قاعد ينتشر، القتل قاعد ينتشر، المخدرات معدلها بازدياد. أعطيك الأريحينك تجاوبني، هل فعلا العنف اللي قاعد يسبب يكون نتيجة انتشار المخدرات؟ بداية يعني أحييك وشكرا على إتاحة الفرصة. لكن أنا حقيقة تفاجأت الأسبوع اللي فات إنه في تقرير من الكويت حق الأمم المتحدة يقول إن المخدرات في انحسار في الكويت. وحقيقة أنا يعني كشخص أتابع، ما أبي أقول مختص بقدر ما أكون راصد، كانت مفاجأة لي، لأن المؤشرات اللي إحنا قاعد نرصدها سواء على مستوى يعني صحية أو ذات العلاقة فيها تدل على العكس من ذلك. يعني في 2013 عندنا حوالي 86 حالة وفاة بالجرعة الزائدة، ثلثينهم من الكويتيين، ثلثينهم من الشباب. لما تأخذ الملفات على مدى السنوات الفاتت على مجتمع كويتي يعني في حدود 1000-1500 مليون، مليون ونص أقصد، عندنا 18,000 ملف طبي تراكمي، وهذا أيضا يوحي بأن هناك مشكلة. عندنا عدد القضايا اللي مسجلة سواء بوزارة العدل من يعني أول كنا نتكلم عن 2000 وأقل من 1000، الحين وصلت 3900 وكسور. ففي مؤشرات. لما نطالع الضبطيات اللي هي الجانب الآخر من قضايا المكافحة، لأن في المكافحة أي برنامج لاحتواء المخدرات تتكلم عن خفض العرض وخفض الطلب. خفض الطلب اللي هو أنت ترفع مستوى الوعي ليصبح معتقد ثم سلوك صحي إيجابي، فالناس تعرض عن المعروض. خفض العرض عادة يكون مناط بزملائنا، ونشيد في هذه اللحظة حقيقة بإدارة مكافحة المخدرات بالداخلية معهم زملائهم بالجمارك في كل المنافذ البحرية والجوية والبرية، ويقومون بجهد كبير. لكن المخيف في هذا الموضوع أن الضبطيات بدأت تزداد. أول كنا نتكلم عن الكيلوات، الآن نتكلم عن الأطنان. صحيح. ويمكن في ذاكرتنا القصيرة كان هناك أربع يعني في ضبطية واحدة 4 طن. المخيف في هذا الموضوع أن منظمة الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات تقول مقابل كل ضبطية هناك 10 إلى 20 تفلت حسب البلد. صحيح. فمعناها في 40 طن من المؤثرات العقلية من الكبتي موجودة في شوارع الكويت. لما أتكلم عن شوارع الكويت قد تكون في المدرسة، في الجامعة، في الكلية، في عند البقالة، في مراكز التنمية، وللأسف حتى المراكز الرياضية، فهي منتشرة في كل مكان. وكل ما زاد المعروض كل ما قل السعر، صار في متناول الصغار والكبار بغياب الرقابة، في اختلاف الأولويات وعدم التعامل مع هذا الموضوع ندفع بشكل غير مباشر. وهذا أعود للنقطة اللي بدأت فيها حضرتك من أنه اليوم نشوف خلال 10 أيام العيد كان هناك مشكلة في أفينيوز، مشكلة في الخيران ويذهب فيها ضحايا، العنف في ازدياد، حوادث الطرق في ازدياد، نعم. التفكك الأسري في ازدياد، لدرجة أن الواحد كثير في كذا تتردد بآهات وين رايحين؟ إيش قاعد يصير؟ ولا يستثنى أحد من خطر المخدرات، وهذا يستوجب حقيقة قرق نواقيس الخطر والالتفات لها، لأن فعلا يجب أن تكون أولوية مثل أي أولوية أخرى. اليوم احنا نتكلم عن عدو خارجي أحيانا وأمن استراتيجي، المخدرات جزء أصيل. ليش؟ لأن قدر الكويت في نهاية طريق الحرير، طريق الحرير يبدأ من أفغانستان لباكستان لإيران للعراق، وواضح أن كلها تشهد مع احترامي الشديد للوضع السياسي عدم استقرار في مثل هذه الأمور. عندما يصبح في ميليشيات، عندما أنت تبي إرهاب، تبي تسلح، تبي كذا، أسرع وأغنى تجارة هي تجارة المخدرات. ينزرع الكيلو مثل الهيروين $50 في أفغانستان، ينباع في نيويورك يمكن 3/4 المليون. فتخيل بعد الخلطة احنا هذا قدرنا. الجانب الآخر احنا اليوم في نهاية طريق الحرير بوابة للخليج كله. الخليج عنده فوائض مالية
ومنظمة الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات تقول هناك سياسة إغراق للمنطقة بالمخدرات لتوفر المادة. توفر المادة ويعني في مساحة مطيبة أحيانا، مساحة للتهريب، هامش مخاطرة عالي، مربحة لمن يخاطر بنفسه يفقد حياته، لأن لو فلت مرة ممكن يأمن أسرته. لذلك احنا كثير من الأحيان نرى الناس اللي تبلع ويصيدونهم بالمطارات وكذا. فضلا عن ذلك، الآن في ظل هذه الأجواء الطالع، وهذه موثق في منظمة الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات، الآن الحشيش مو بس تنزرع في المغرب ولبنان، لا، أصبحت في كركوك وفي البصرة. حلو حلو، حكمل وياك أستاذ أحمد. قضية العلاج النفسي من العانون من موضوع المخدرات، مو بس أفيون، يمكن تكون مادة اليوم مادة رخيصة، الشبو اليوم متوفر، يعني قاعد وشغلات بسيطة يمكن يستخدمها الشاب، وهذا اللي كثير من الحالات اللي يلجون للعنف بعد ما يخلص يطلع من النشوة لو يقول لك أنا سويت. أكلمنا على الحالة النفسية، الموضوع اللي يتعاطون، وخاصة مادة الحبوب والشبو. يعني إذا نعترف أن في وجود مشكلة، أنا تفاجأت في الإحصائيات اللي قاعد يقول عنها الدكتور أحمد على المخدرات في انخفاض. ترى قبل مو على المدى البعيد، يعني أتكلم عن قبل 3-4 سنوات، كان لما يدخل عندنا في المستشفى مريض الإدمان عمره نقول 18 سنة هذا يعتبر صغير. قبل الحين قاعد يدخلون حتى 16-17 سنة. 16؟ إيه. فهذا دليل على شنو؟ على كثرة انتشار المخدرات في المجتمعات المراهقين الصغار. ترى على بعدين في نقطة مهمة لازم تعرفها، إنه ما يوصلني المريض مركز الإدمان لما يكون وصل عدة مراحل كبيرة في الإدمان في التعاطي. يعني لما يجيني واحد عمره 16 سنة أنا وأنا مغمض أعرف إنه صار له سنة ونص سنتين هو قاعد يتعاطى، وصلت حالته إلى مرحلة تدهور خلته يلجأ إلى مركز الإدمان، فهو مو اليوم تعاطى دخل باكر، لا، صار له سنة ونص سنتين اكتشفوا أهله بعدين دش المركز مثلا عندي، فهو على مدى طويل قاعد يتعاطى. قبل كنا نقول 18-19 سنة هذا صغير، يعني خلي يتابع بالعيادة الخارجية أفضل لأنه صغير ممكن نتلاحقه. الحين لا، 18 سنة هذا يدخل داخل الجناح، هذا كبير، هذا كبير يعتبر. طيب الحين المخدرات، إذا مادة الشبو تحديدا، مادة الشبو ما نقدر، أنا بتكلم شوية بانفتاح أكثر، يعني في أشياء يمكن ما تنطبق هني في الكويت أو في المجتمعات العربية تنطبق في أوروبا وهي وايد مفيدة، بس لما تتكلم فيها هني للأسف الناس تكش منك. من ضمن الأشياء هذه يمكن دكتور أحمد الشطي أخبر عني في اللي هي تغيير النيدل اكسشينج، اللي هي تغيير الأبر. ففي أوروبا إيش يقول لك؟ يقول لك ما تبي تبطل مخدرات، يبقى لا تبطل مخدرات، تعالي المستشفى أعطيك أبر جديدة مقابل تعطيني أبرك القديمة. ليش؟ أنا أقول لك ليش، لأن عندي مشكلة المخدرات مقترنة في مشكلة الأيدز بسبب الإبر المستخدمة يعني من كذا شخص، بسبب زائد الأمراض المعدية الثانية. فأنا بخفض، أحيانا هذا ما بيبطل المخدرات، أنا بخفض نسبة الأيدز والتهابات الكبد عندي، شو أسوي؟ أعطيه أبر جديدة، بالمقابل أنا خففت على المجتمع أمراض ثانية عضوية. هذه ما تقدر تطرحها في الكويت لأن أنت قاعد تقول قاعد تمكن المدمن أنه هو يتعاطى مخدرات. هذا جانب. جانب الثاني، يعني هذا مقدمة حق الجانب اللي بتكلم عنه على الشبو تحديدا. كلامي للمدمن، إذا كان المدمن قاعد يسمع، مع الأسف ما أعتقد أن المدمن يسمعنا في اللقاء الحين مو فاضي، كلامي للمدمن أو أي شخص قريب للمدمن، يبقى إذا بتعاطى لا تعاطى شبو، تعاطى أي مادة ثانية، لا ما تبي تبطل كيفك. وصلنا لمرحلة لا تأخذ شبو، لا تأخذ شبو، خذ أي مادة ثانية. إيه يعني أخذ أي مادة ثانية. إحنا الحالات اللي يجونا لما يجيني مريض قاعد يتعاطى هروين مثلا أو حشيش، ترى المريض نعرفه احنا في بيننا يصير وين علاقه في المركز، ممكن يدخل ويطلع، يدخل ويطلع كذا مره على ما يتوقف عن التعاطي. فاحنا نشوف مراحله، عفوا، في المرات في قبل لا يطلع الشبو عندنا في المجتمع الكويتي، كان المريض لما يدخل ويطلع حالته النفسيه اقدر اقول يعني مستقره مقارنه في عالم الادمان، كحاله ادمان مستقره نوعا ما، أقدر أتفاهم معه، قابل التفاهم، عقله وياه بالعام يقولون واعي، أقدر أتفاهم معه، أخذ وأعطي معه في الكلام. للأسف الحين مرضى الإدمان اللي يأخذون شبو في الفترة الحالية قاموا يدخلون يتحوشوا نوبات ذهان، نوبات ذهان شديدة لدرجة أنه يعتقد أنه تتكلم عن الذهان، الذهان اللي هو بالعام يقولون عنه مينون، فاصل وهو من غير ما يتعاطى. ها، أنا ما أتكلم عن واحد قاعد يتعاطى، أتكلم عن واحد شلنا عنه إزالة، دخلناه جناح إزالة السموم، هو الحين مو تحت تأثير التعاطي، هو الحين فري، درج فري، ما عنده أي مشكلة،
في التعاطي، لكن ما زال في نوبة ذهان، عقله مو صاحي الريال. أوهام، يا أما اللي متزوج يعتقد أن زوجته تخونه، اللي يعتقد أن أخته مثلا قاعد تغلط، اللي يروح يذبح، اللي يعتقد أن الناس قاعد يعني يعيش بجو ثاني، يعيش بعالم ثاني. أنا كان يجيني حالة المكتب يقول لي أستاذ أحمد أنا بكلمك بروحك، أنا أثق فيك، أقعد معه يسكر الباب ويتلفت يقول لي أنا أعتقد أني أنا بنت، ترى أنا ريال. هو يقول لي زين من قال أنك أنت بنت؟ يقول أنا دش الحمام تكرمون يعني انزع ملابسي ابي اتسبح اشوف جسمي صدر نسائي، وهو ضعيف جسمه ترى ما في شيء. وهذول اللي تعطون الشبو اي المؤثر المنشطات اكثر شيء، فالوضع خطر مو بسيط. الشبو شنو الماده هذه؟ بس انفيتامين، مثنفيتامين هو صح؟ إيه هي منشط. هي ترى مثنفيتامين بدات استخدامها مع الطيارين البريطاني اليابانيين في الحرب العالميه. خلينا نعرف شنو الشبو بس. وهو نوع من المواد التصنيعيه اللي تأثر على الجهاز العصبي، فكانت تستخدم في البداية للطيارين عشان يعطونهم مرحلة من النشوة والطاقة الزايدة على أساس يقومون بالمهمات الصعبة، ولأن في فترات سفر طويلة فيظل يقظ على مدار السفر الطويل. ثم يعني بدأت استخدامات أخرى، مثلا في عندك في تايلاند، في الفلبين، في المناطق الآسيوية اللي يحتاجون أن يشتغلون أوفر تايم، فمحتاج انه يواصل، فيتم ياخذ مثل هذه المواد عشان يقدر انه يواصل وينتج احيانا بدون نوم ثلاثة ايام واربعة ايام وخمسة ايام. اللي يسوقون تريلات مسافات طويله ايضا ياخذونها، فهي مؤثرات عقليه على المدى القريب. في البدايه تعطيك شعور بالقوه، بعض الرياضيين يستخدمها للاسف على اساس يندفع في تحقيق ارقام قياسيه، لكن على المدى البعيد لو انت تطالع نفس الشخص عقب سنة أو سنتين من استمرارية الاستخدام راح تلقى شخص مختلف تماما، أكبر من سنه الحقيقي، الجلد الخارجي مليء بالتقرحات، قدرته على التركيز، عايش حالة من الذهان والوسواس القهري، إنه يسمع أصوات، في ناس تآمر عليه، في ناس قاعد تخونه كذا كذا، يعني يتلف المخ، يتلف المخ على المدى خلينا نقول متوسط والبعيد بشكل مخيف. اللي يضيف الموضوع انه ماده الشبو في المتناول مقارنه ويا انواع المخدرات الاخرى، ولانها تطول في لحظه خلينا نسميها النشوه او الانتعاش او اللي يسمونها الهاي فيلينج مده اطول، فهناك اقبال عليها. ترى تصنع محليا، تقدر تصنعها ما تجيبها من برا، من داخل البلد تقدر تصنعها عادي. هي طبعا مثل ما قلت لك انا المشكله ان في تجار مخدرات يمولون اسلحه، فهذه عمليه التهريب الكبيره اللي قاعد تصير بالاطنان. يعني احنا نسمع احيانا حتى بعض الكوتيشن اللي تتم في اليوتيوب وكذا، واحد يتصل يقول احنا كان عندنا مصنع لما نصاد بالسعوديه بالاطنان يقول خلال 24 ساعه نطلع حمله ثانيه ما عندنا مشكله. وكانت تجهيزات يبونها من أوروبا الشرقية وبالتحديد في سوريا، وكان هناك يتم التصنيع وتلقائي وفي أماكن أخرى، فبالتالي هذه موجودة لها سوق، صناعة ما تحتاج رأس مال كثير، يتأخذون المادة الخام الشبو متداول حتى ما هي غالية. خلنا أقول لك يعني طريقة واحدة من طرق التهريب، بس للتوضيح يمكن دكتور أحمد عارف الموضوع هذا، موضوع عالم الجريمة بشكل عام. ترى عالم الجريمة مهما أنت تقدمت يا الجانب الأمني، عالم الجريمة متقدم عليك 10 سنوات. صحيح. فأنت اليوم اكتشفت طريقة تهريب هم مكتشفينها من 10 سنوات، وأنت مستانس اليوم قاعد تصور في الجريدة وقاعد تحطها، هم أصلاً خالصين، هم من 10 سنوات خالصين السالفة هذه. الحين عندهم طريقة مستحدثة جديدة أنت مو مكتشفها، ما زلت راح تكتشفها بعد 10 سنوات، فلا تفرح. التهريب هناك يتم شلون برا بالدول الفقيرة، أفغانستان، باكستان، الشغلات هذه. يجيك التاجر العود ينادي اثنين يقول له انت وظيفتك تروح تنسجن. طبعا يدري ان هذا اللي راح ينسجن عنده اسره، تبي مدارس، تبي اكل، تبي ماكله، تبي 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 تبي، فيقول له لانه فقير ما يقدر يصرف على اهله، يقول له انت وظيفتك انا اتكفل باسرتك، انت تروح تدخل السجن، هذه وظيفتك، تدخل مؤبد ويمكن تنعدم، روح راح اعطيك مخدرات ادش، ابيك تلهي اللي في المطارات. سدش الثاني انت داش معاك كيلو، فتعال انا بصور معاك، انت صايدك انا كيلو مستانس، هني 4-5 كيلو دشوا وانت ما تدري عنهم. فهي كذي تصير يعني تكنيكات. يمكن هذا الكلام طبعا انا مو مهرب، بس
ترى نشتغل مع يعني شغلنا كله معاه فترة القاعدة ترى شغلنا يعني معاه حتى الضبطية أحيانا تفرح أنت عامل ضبطية برية هو من خلالها بحرية أو جوية يمشي شيء ثاني ليش؟ لأن هامش الربح كبير جدا جدا يعني لما يشتري 50 دولار ويبيعه هني بمليون ونص مليون ضربة واحدة خلصنا طبعا فهذا اللي يخلي الناس اليوم لما تتكلم عن الأمن تتكلم عن الإرهاب تجارة الأسلحة الميليشيات كذا كذا من وين؟ زين دكتور مدام نقول الشباب قاعدوا وبعض يعني الكبتي واللي قاعد يسمع فيها الأمور ثانية من الشباب كبتي أنظف أنظف بعد أنظف من الشباب إيه ظهر الدكتور تعقد من شاف الحالات اللي يعني شباب بعمر الورد تشوفهم 18 سنه تحسف عليهم 20 اي ضيق خلقي زين اغرب حاله مرت عليك يعني شفت حاله تحسفت عليها اغرب حاله الشخص اللي قاعد اقول لك عنه الله يرحمه توفى يعني شوف في بعض مرضى الذهان اللي هم قلنا عنهم الجنون في شيء اسمه سيلف تريتينج ان الشخص يعالج نفسه بنفسه شو يسوي يتعاطى مخدرات لانه يقلل تعاطي نفسه يقلل نوبة الذهان يعالج بس علاج خاطئ طبعا لازم يروح طبيب ياخذ علاج دوائي مو يروح يتعاطى مخدرات المخدرات فيها جانب شوية تغطي الجانب هذا فشي يسوي هو ما يتحمل النوبة هذه يروح يتعاطى مات الرجال بعد ما كان دمه نظيف مو قادر يتحمل انه هو يشوف نفسه شكل انثى تعاطى ومات هذه من اغرب الحالات وكل يوم احنا نشوف حالات غريبه ترى مو بس هذه هذه في قصص كلاسيكيه دائما تصير ان اللي يدخل مستشفى يتم غسيل السموم من مستوى اللي هو انت مع التعاطي مستوى اللي توصل فيه مرحله النشوه يرتفع اول مره يا خلينا نقول ملي بعدين 2-3 بعدين يوصل 4-5 عشان توصل لمرحله النشوه مع غسيل السموم المستوى ينزل عندك فهو يستعيد صفر خاص يصير صفر يطلع ويبدأ بالجرعة الأخيرة الجرعة الأخيرة اللي هي الخمسة وهذا يؤدي إلى الوفيات والجرعة الزائدة هذا جانب الجانب الآخر يمكن استوقفني حديث عن صغر السن في لقاء جمعنا ويا الشباب في إدارة مكافحة المخدرات وهني حي اللي هو صالح الغنام حقيقة كان يذكر يقول في يوم من الأيام لما نصيد واحد تين إيجر يعني مراهق مع مخدرات يقول هذه حالة تستدعي اتصال بوزير الداخلية مباشرة إن شيء غريب كيف يحصل يقول لا اليوم أنزل من هالسن 12-13 وقاعد نصيدهم في المدارس مروجين وهذا أيضا شيء مخيف معناه أن هناك مساحة ويمكن أنا أحيي هني وزارة التربية لأن هالسنة لأول مرة وزير التربية المدعج حقيقة لما كان يتفقد الصفوف قبيل افتتاح الموسم الدراسي أو العام الدراسي استوقف في تصريح رسمي قال هناك ظاهرة تستحق أن نتعامل معها بكل جدية اللي هي تعاطي المخدرات ممتاز ولأول مرة شكلت لجنة من عدة جهات مع وزارة التربية الآن قاعد يعدون ما يسمى مسح يعني استقصائي عشان طالعون شنو حجم المشكلة شنو مشاكلها كيف ممكن نطور الأمور كيف ممكن نحتوي القضايا قبل أن تنتشر وهذه لها أهمية أنه لعهد قريب كنا نعتقد أن احنا المجتمع المحافظ اللي هو بعيد عن كل هذه المشاكل لكن أمانة ما بيقول صعقت لكن يعني هزتني لما طالبة توقف وتقول أنا في فترة يعني في المدرسة تدري أنت مع نضوج البنات تيها الدورة في أول تجربة يمكن تكون الآلام مخيفة فتيها زميلتها تقول أخذي الحبة وهذه تنسيك العوار كله وبدون وصفة طبية وفجأة تأخذ وتسحب وفوجئت أن هذه القصة اللي قالت لي إياها أو سمعتها من طالبة في المتوسطة في محاضرة عامة قالتها زميلة تدرس برا في بريطانيا تعرضت لنفس التجربة عرض عليها كمدخل المدخل الثاني اللي هي عادة فترة الامتحانات يصير في توتر فيي صاحبة أو صاحبتها تقول لها أخذي الحبة مو تخليش تحفظين المقرر حتى رقم الصفحة صحيح. وهني تسحب ولما تكون في المتناول أول مرة ببلاش ثاني مرة بسعر رمزي بعدين لا تبدأ تبحث عن السعر ممكن تبوق ممكن تنحرف عشان توفر الاستمرارية في هذه الأشياء هذه مرحلة حقيقة لازم نواجهها بكل ما تحتاج من حرفنا ما يكفي أن نعيش ردود الأفعال لذلك أنا فوجئت حقيقة أيضا لما تعامل مع المدرسين أو الموجهين وزارة التربية وأقول لهم لو أنتم اكتشفتوا حالة دائما الناس تتكلم عن الإدمان بس واقع الأمر أنه تبدأ بالتعاطي شو تسوون
فاختلفت ردود الفعل. منهم يقول لك انا اخذها وديها حق المخفر، واحد يقول لك لا انا استدعي ولي امرها، واحد يقول لا انا اطلعها برا، واحد يقول انا انقلها. فاحنا نحتاج حقيقه نوع من الادله الاسترشاديه اللي على اساسها لو لقينا وحده بالجهره او بالمنقف او اي منطقه يكون في اليه وحرفنه اللي هي الدليل الاسترشادي للتعامل مع الحالات. دكتور احمد عفوا المقاطعه، لكم خط ساخن يعني لو مرت عليكم حالة وزارة التربية يعني من الطلبة أو أفراد أهالي، يا ليت المخرج يحط لنا الخط الساخن رقم الخط الساخن، يا ليت هذه توفر نوع من النصائح السريعة لشخص يعني يتعرض لمصيدة للوقوع في المخدرات. يعني 94-928-2882 عدل الخط الساخن. وللعلم بس ترى هذا الخط الساخن منو يرد عليه؟ مدمنين متعافين من مركز علاج الإدمان. جاز. يعني المدمن هذه بعد نقطة وايد مهمة بالنسبة للمجتمع اللي مو عارف شنو هو الإدمان واللي يعتقد أنه هو بعيد عن عالم الإدمان. ترى الإدمان ما يعرف إنسان، ما له شغل بالأخلاق ولا له شغل بالتربية ولا له شغل بالغنى والفقر ولا له شغل بالثقافة. يعني إحنا شفنا لما شبعنا ولد الفقير وولد الغني وولد المثقف وولد الجاهل وولد صاحب المركز وولد ما صاحب مركز موظف عادي وولد إمام المسجد وولد اللي مو إمام مسجد كلهم ابن الخفير وابن الوزير. ما حد ما حد ما حد يعني يستبعد نفسه عن مثل الإنفلونزا، لا تستبعد نفسك عن الإنفلونزا. فالمدمنين بشكل عام إحنا بسياسة المركز لما نتعامل مع المدمن نتعامل مع المدمن كمريض محتاج إلى علاج. كل السلوكيات السلبية اللي هو يسويها هذه بالنسبة لنا حسب المنهج اللي احنا متبعينه منهج 12 خطوة في العلاج، ان كل السلوكيات السلبية هي سلوكيات اعراض مرض وليست سلوكيات متعمدة، يعني مسؤول عنها لكن اعراض مرض. هذه اعراض المرض، الاشياء اللي تترتب عن مرض الادمان. دورنا ان احنا نتقبل بهذه السلوكيات مع تقويم هذه السلوكيات. طبعا عملية العلاج ترى مو بيوم وليلة، لا 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 لا، تاخذ من 6 شهور الى 24 شهر. انا اتكلم 6 شهور الى 24 شهر برنامج متكامل طبعا مع ارادة الشخص نفسه. طبعا هني الشعره اللي المفروض انه بس اللي عارف يقول لك اللي يتجه الى الهيروين او الافيون لا علاج له، يعني لا هذا حكي فاضي. يقول لك ما في علاج ابدا، يقول لك الطب النفسي يضطرون يعطونا هيروين مخفف وما ادري ايش وادمان. هذا كلام الكلاسيكي مثل ما قال الدكتور قبل، يعني هذا اللي نسمعه. لا لا لا، ايش رايك استاذ احمد؟ بس انا قبل ما اروح على السؤال الموضوع هذا، ليش كثره المتعاطي؟ ليش العدد؟ خلينا نعترف في ازدياد، وانتم كمختصين في زياده، ليش الزياده هذه؟ اول شيء احنا دائما مثل اي خدمه الوصول لها سهل، الاقتدار على الحصول عليها، اغراق السوق ينزل السعر، فبالتالي هذه availability. انت في اول شيء تنتقل من مرحلة الوصمة الى الألفة، اول شيء تستنكف ويعني مو متقبل، بعدين مع كثرة التكرار يصير في نوع من الألفة، انه من كل 10 تشوف مثلا واحد، تصير السالفة عامة، يصير في استغلال للسالفة، مشاكل عائلية، شرف، العوامل كثيرة يعني. لكن بلا شك ما يوجد حزمة تنطبق على الجميع، كل واحد له ظرفه. مثل ما قال أستاذ الملا أنه ترى ابن الخفير وابن الوزير، الغني والفقير، الكويتي وغير الكويتي، الأنثى والذكر، الصغير والكبير، كله ممكن يكونون عرضة لهذا الشيء. المشكلة قاعد أشوف الانتشار داخل المدارس، هذه المصيبة، هذه البداية. إحنا لازلنا في البداية، هي هذه مثل ما قلنا هذه نواقيس خطر قاعد تقرع بقوة، يجب الالتفات لها لما نتكلم عن الداخلية. الله يعينهم، لكن هذه مهمتنا كلنا، هذه مسؤولية مشتركة، الأسرة، المدرسة، الإعلام، رجل الأمن، الوجهات، المبادرات المجتمعية، الشرائح، هذه كلها جزء من الموضوع. أنت اليوم كثير إحنا نتكلم عن المخدرات، لكن ثبت هناك تدخلات مبنية على البراهين العلمية، ان كثر ما تبدا صغير بالوقايه في برنامج على الصغار من الاطفال، فانت تكتسب فيهم نوع من السور الوقائي اللي يحميهم على كبر. وهذه مهمه، انت تنمي فيه الثقه، القدره على ان يقول لا، يرتد طبيعيا لمن يطلب منه المشوره، يحتمي بالناس الطبيعيين دون ان يتنازل عن كرامته او قدرته، هذه كلها جزء من البلوره مالته. هني يعطي دور الوقايه.
الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات تقول لكي يكون أي برنامج مكافحة ناجح لازم 80% يكون وقائي. الوقاية ما تجي كذي، فبالتالي لازم يكون في استمرارية. ما يكفي أنه في اليوم العالمي لمكافحة التدخين واليوم العالمي لمكافحة المخدرات نسوي لنا احتفالية وننام طول السنة في مقابل زخم دورة مالية. ما أتكلم أنا عن ملايين، ولا أتكلم عن بلايين من تجارة المخدرات، جزء منها للترويج، جزء منها لشراء الذمم، جزء منها للكسب السريع، جزء هذه شغالة. اليوم لما نتكلم عن ميزانيات مقابلة للتوعية لا شك أننا مقصرين. عندنا حنا مشروع ناجح إذا تسمح لي، مشروع قراس يشار إليه بالبنان على مستوى المنطقة كلها وحل قضايا اليوم، يعني هو اللي ذوب الاستجمة، نقلها من مرحلة الوصمة إلى مرحلة المرض، هو اللي شجع الناس، يعني بكل تواضع أقول ساهم على الأقل إذا ما قلنا هو في إنه الناس تزيل من بالها سالفة إنه بدال إذا عندك مدمن تحطه وتكفل عليه، لا اليوم تقدم العلاج ولا تخاف من التجريم. هو اللي فتح أبواب للتعامل في الأماكن العامة، إنه شخص يقول والله أنا عندي ولدي مبتلى، أو واحد يقول أخوي أو أختي أو كذا، هذه كلها مكاسب يجب البناء عليها وفي خبرة تراكمية. اليوم يعني مؤسف حقيقة إن نقول قلة الإمكانيات ممكن أن تؤد هذا المشروع، ممكن أن تقتله، وهذه مو حلوة بحق الكويت أمانة. حنا اليوم لما نتكلم عن ما يصرف في كثير من الأشياء ونشوف الآثار المباشرة وغير المباشرة للمخدرات، مثل ما قلنا حوادث المرور، العنف، القتل، الجريمة، التفكك الأسري، القتل طموح، حتى الانكفاء، الانتكاس الدراسي إن صح التعبير جزء من الموضوع هذا. إذا حنا ما تعاملنا بقوة فبالتالي إحنا قد يعني آمل أن لا يكون هذا ما سيحصل بعدين، ليفات الفوت ما ينفع الصوت. أنا أيدك في الكلام، مو يعني اليوم وحتى من رجال الداخلية أتكلم معاهم يقول لك الحين لو لقينا واحد يشرب نقول عادي، هذا يشرب عادي خليه يشرب. يقول لك المصيبة اليوم إن نلقى أطفال يعني أقل يعني مو راقي يعني نقول على 12 سنة مدمن محلي يشتري البطل بثلاث دنانير خمس دنانير ويشرب غالي. محلي ثلاث دنانير غالي يعني يشرب محلي بعدين سجاير ومياه شوي اتجه للمخدرات. هل تمر عليكم مثل الحال فعلا؟ هل الحالات موجوده وشو تعالجونها؟ لا في المركز ما عندنا عمر 12 13 سنه، ايش تسوي برا؟ الواحد عنده 12 14 ايش يسوي؟ ما يعني انا شخصيا ما يعني، لكن لو يجيني ما تردد في استقباله. بس استغفر الله شفت واحد، بس مو انا شفته يعني مو انا اللي قعدت معاه، لكن شفته جايبته امه في المركز ياخذ بتكس عمره 12 سنه. ليش فط بتكس؟ البتكس يتعالج هذا؟ لا أسوأ، نفس الشابو. إيه نفس الشابو، مو طيارة على طول تصعد فوق. إيه تصعد فوق يطير يطير وياه. الجانب الوقائي قبل شوي الدكتور يتكلم، يعني أنت لا تطلب مني، مو أنت يعني كمسؤول في الدولة قصدي، لا تطلب مني خدمة مثل برا وأنت في المقابل ما قاعد تقدم لي شيء مثل ما يقدم برا. لما رحت مرة دورة أمريكا، تدري من قابلنا؟ قابلنا لجنة مستشارين أوباما للإدمان، لعلاج الإدمان والوقاية من مستشارين نفسي. إيه؟ قلنا شنو أنتم؟ شي يقولون إحنا كل رئيس ولايات متحدة لازم يصير لازم يشكل لجنة، طبعا من كل موضوع عنده لجان لازم يكون عنده لجنة تحط برنامج خطة حق أربع سنوات مالت برنامج الرئاسي إن شلون يتم الوقاية من المخدرات وخفض الطلب. فاجأنا صراحة، احنا منزل منتصف طريق من 2010 للحين مو رسمي. فلا تطلب مني خدمة وانت مو موفر لي شيء في المقابل. عندنا امكانيات إذا انت بخيرة. تدري يعني تسألني انا انت مو كويتي إذا لا تقول لي الطب النفسي، أنا ما راح أطيب دغري. قلت مو هذا لو سجن هذا مو لا 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 ما أتكلم عن الطب النفسي، يعني إمكانيات متوفرة، إمكانيات كطب نفسي بالعكس أنا عندي إمكانيات. زين شو المشكلة؟ أنا أقول لك شو المشكلة، أنا عندي إذا تبي مني خدمة علاجية متكاملة أعطني، أنا أعطيك. خلي اسمع المسؤول شنو الحل. أنا أقول لك بس عندنا يخافون، أنت يا مسؤول لازم تحط تقحم المدمن نفسه في العلاج، في عملية العلاج المدمن المتعافي كجزء من التأهيل. الحين أنا أبي أستحدث وظيفة
اسمها إرشاد علاج الإدمان. الوظيفة موجودة من الستينات في أمريكا، من بداية التسعينات موجودة في المملكة العربية السعودية، بمصر موجودة من بداية التسعينات. لما أنا هني استحدثتها بالكويت أنا من 2010 تقريبا، وإحنا قاعدين نشتغل على هذا الموضوع. إلى الآن ما تم إقرار أي مسمى حق هذه الوظيفة. ليش؟ ما أدري، دراني بيروقراطية. يقول لك يمكن مو مقتنعين. لا 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 لا, لا مقتنعين. المسؤول غير مقتنع. لا لا ما يخال، خلنا ندرسها. عاد انطرني لما تخلص دراستها. معقوله محتاجه هالدراسه هذه من 2010؟ ما ادري، هي كوبي بيست، ما تبي يعني مو قضيه. وعشانكم الصوره ترى يعني القضيه هذه في مشاريع اوريدي موجوده. احنا في اللجنه الوطنيه للمخدرات، اللجنه من متى تتكلم فيها؟ يعني احنا احنا عندنا مشروع متكامل تم تقديمه للمسؤولين لعمل مركز منتجع قطاع خاص في الخويصات مثلا، ها مكان بعيد على اساس يكون بعيد عن المدينه ومو صعب. انت ممكن تبني واحة علاجية في الصحراء، تستثمرها وتعمرها وتبعد الناس عن فرص الارتداد فترة العلاج، وتعطي خصوصية وتبني منتجع إن صح التعبير تأهيلي. مو صعب على الكويتيين، هي قضية الإرادة السياسية. أنت اليوم مثل هذه من الإشكالية اللي احنا نواجهها، ما يعتقدون ان المخدرات اولويه على الرغم من كل هذه الاحصائيات. يمكن كمجتمع وكحكومه او مسؤولين مو مقتنعين ان عندي مشكله. خليني اقول لك ليش المدمن نفسه هو عصب العلاج. المدمن نفسه من زمان حاولوا من زمان، من حتى من قبل 1900. كارل يانغ، دكتور كارل يانغ، دكتور نفسي، عالم نفس، مو دكتور نفسي بس عالم نفس، كان يحاول انه يعالج المدمنين، مدمنين الكحول في ذاك الوقت. ما عرف، حط المدمن في المستشفى حكره سنه، قام يقلل عنه كميات المشروب، قام يزيد له كميات المشروب، قام يحط له مواد بديله، يطالعه من المستشفى اسبوع اسبوعين ينتكس. ايش السالفه؟ بعدين اكتشفوا طريقه في العلاج. هي شنو؟ هي طريقه مساعده المدمن للمدمن الثاني. انا بدال ما اليوم اخسر وزارتي فلوس تحاليل، كروت تحاليل في بريطانيا في مركز من مراكز علاج الادمان، قال انا اصلا بطلت انا احلل اصلا المرضى عندي، المريض يكشف المريض، ايش حق احلل؟ فلوس الكروت هذه اللي انا اطلب اشتري فيها كروت تحليل، كروت اللي تنحط كرمون في البول، بدل ما اطلبها خلاص فلوسها انا قاعد اوفرها حق الموظفين اللي عندي، قاعد ازيد رواتبهم فيها. صحيح. هذه واحده، لان المدمن يكشف المدمن الثاني، هو اللي عرف له. واحده. اثنين، لما مدمن انت عارف ان هذا المدمن لا يمكن يبطل مخدرات، واليوم انت تشوفه انسان نظيف عفيف مستقبله قدامه ومتعافي ومن اروع ما يمكن، وانسان عضو فعال في المجتمع، انت اللي كنت تتعاطى معاه وعارف هذا شنو، ما يجذبك؟ ما تقول شنو هالسحر اللي خلاه يبطل بهالطريقه؟ هذه الطريقه العلاجيه المستخدمه من زمان في امريكا. تعرف امريكا، رحنا المحكمه، رايحين دوره كنا، لما رحنا المحكمه ونقابل القاضيه على قضايا الايداع الطب النفسي، في عندنا قانون احنا ايداع الطب النفسي لما يمسكونه صح يتحول الى القاضي، القاضي يرأف في حاله يحوله الى العلاج. فسألت انا القاضية سؤال عمدا، كنت اسألها هالسؤال، قلت لها حضرتك تخصص حقوق، منو المتخصص اللي يقول ان هذا المدمن زين للعلاج ولا مو زين للعلاج؟ قالت انا مالي شغل، والله كانت واقفة في القاعة، قالت انا مالي شغل، هذول اللي قررون. منو هذولي؟ مدمنين متعافين دارسين ارشاد، علما ان تخصص الارشاد في منه دبلوم، في منه سيرتيفيكيت اللي هو الرخصة هذه أي واحد يقدر يدرسها لمدة 6 شهور، وفي منها دبلومة سنتين بعد الثانوية، وفي منها بكالوريوس، وفي منها ماجستير، وفي منها دكتوراه. من الستينات أنا أتكلم، من 1961 أقر هذا المنهج في الولايات المتحدة الأمريكية. هم ترى يكونون اكثر قدره على التواصل بلغه مفهومه، احيانا يكون من نفس العمر طبعا هو اللي يعرفها، حتى الافيهات، حتى الرموز، حتى التسميات الجديده يعرفها ويلقطها في لحظه. بينما انت لما تكون مهني كطبيب وتسمعها لاول مره يمكن حتى ما تصيدها، ما تلقاها بالكتاب شلون مكتوبه، لغايه ما تلقى اسمها العلمي. بالضبط. هذا جانب، فهذا جزء من اللي احنا نحتاجه حقيقه، اللي هو تاهيل والاستفاده من الناس المتعافين للتواصل واحتواء آخرين، هذه مهمة. شغلة ثانية اللي ودي أنا أكد عليها قضية الإعلام. ترى وايد إحنا الآن في ألفة مع الممارسات الخاطئة السلوكية غير الصحية. يعني اليوم 99% لا أبالغ من المدمنين أو المتعاطين مدخنين،
يجب أن يكون هناك جهد منهجي في محاربة التدخين. لأن في الجامعة الأمريكية في بيروت وجدوا أن أول سيجارة، أول كاس، أول سيجارة حشيش وأول حقنة تبدأ بالجامعة. معظم المدمنين يأخذونه، ليش؟ لأنه يرتفع عندنا سقف الرقابة. صحيح. وأنا أتوقع أنه وايد واطي عندنا إحنا في الكويت أن بعد فترة تصير، وفي غياب الخدمة المساندة، في غياب التوجيهات، هذا اللي يحصل معنا. وهذا يستوجب حقيقة أنه نلتفت له. اليوم سلسلة البرامج، المسلسلات المدبلجة، كل يعني الحمل خارج الأسرة موجود، ومن كثر ما تشوفه صار في ألفة. كل واحد زعلان يروح ياخذ له كاس على قولتهم، وبعدين يقول لك يزعل ويحط الكاس يعني يشرب. وهذه من كثر ما تشوفها تعتقد انها جزء من الواقع، وهذا مخيف. في فتره من الفترات منظمه الصحه العالميه منعت التدخين في المسلسلات والافلام لانها تؤثر. رمضان اللي فات المسلسلات الخليجيه والكويتيه، البطل ورفيجه ورفيجته كل سيجارة بيده. يعني مهما يكون هذه الممارسة موجودة، بس مو بهالكثرة بحيث أن تشوف خلي ألفة. إيه يعني تلقى أنت نجم محبب دام سيجارة بيده، الطفل الصغير يبي يصير مثله، البنت فارس أحلامها سيجارة بيده. فهذه الأشياء يجب أنه يصير فيه منهجية. عندما تطرح الحل، الحل جزء منه تشريع، جزء منه تدخلات استباقية، جزء منه خفض العرض وخفض الطلب، لكن بالتأكيد هي ممارسة اجتماعية. أنا أعتقد من الأشياء القاتلة لأي مشروع ناجح اللي هو الارتداد عن المشاريع الناجحة. ودائما في ذهني أن غراس عندما يعني يفصل من كل إمكانياته فقط لأنه مرة عندنا اعتصامات، مرة عندنا مظاهرات، مرة عندنا ازدواجية الجنسية، ونعتقد ما نقدر نسوي إلا عنوان واحد في نفس الوقت، بينما المخدرات منتشرة طول الوقت عندنا. وهذا حقيقة يعني إحنا الآن لما نتكلم عن مؤسسة، لما نتكلم عن دولة، ما هو مقبول حقيقة أن الوزير يفرغ كل طاقمه. يعني أنا دائما أخطر في بالي لما يصير في استجواب الوزارة توقف، بينما أنت مؤسسة اليوم المفروض تتعامل مع 6-7 أشياء في نفس الوقت. شو اللي ينقصنا إحنا عن ما بيقول أمريكا لا تقولون يبينا نوصل في مؤسسة رئاسة تلقى يسولف مشاريع خارجية وداخلية وعلى مستوى المرأة وعلى مستوى التأمين وعلى مستوى الصحة وكذا. ليش؟ لأن في ناس مختصين، فرق محترفين، يعني دون الهومورك مالهم يقول يا سيادة الرئيس هذا اللي موجود، إذا اتخذنا هذا القرار هذا الإيجابيات وهذه السلبيات وهذه كذا. المخدرات من الخطر أن تهمل وتنحدر في سلم الأولويات. وهذا وبوادرها دكتور أحمد. شاذ أحمد، موضوع اللي قاعد نشوفه من العلم. شوف، هي في على كلام الدكتور أحمد، ترى يبيلك بس اللهم قرار. صدقني إذا أخذت القرار الصح بعدها تعال حاسبني. أنا قد اللي قاعد أقول، أنا عارف شنو قاعد أقول. لما أنا أطلب منك أنت كمسؤول قرار وأنت تسمح لي في هذا القرار، يا أخي تعال حاسبني. إذا حتى لو كانت الفكرة جريئة، يا أخي تعال حاسبني. إحنا اليوم في المستشفى يا أخي الله أنعم علينا في يعني في ناس أصحاب قرار. في خلنا أقول لك شغلة حاولنا فيها أن تنحل عشان الوقاية من الانتكاسة. مدمن أو أي شخص دخل السجن، لما يطلع من السجن ينتهي فترة حكمة في القانون الكويتي 5 سنوات ممنوع من الوظيفة. صح. حاولنا ترى مدة طويلة أن نحل، نخفض هذه المدة علشان، وهذا غلط ترى، عشان لا يكون فاضي. طبعا غلط عشان لا يكون فاضي. أنا أتكلم عن ناحية إدمان، ما أدري عن باقي الأشياء، بس من ناحية إدمان مو زين أنا أخليه فاضي فترة علاجية، أنا أطلب منه يدور وظيفة ترى. عشان يشغل نفسه، عشان يشغل نفسه، يعطي أمل. زين، لما أنا يجيني فترة العلاج عندي لمدة 1.5 إلى 2 سنين، خلص فترة العلاج، زين شو يسوي؟ قاعد يصبق بيض؟ قمنا شنو نسوي؟ في إعانة الشؤون تمشي، يمكن الكل يعرفها، اللي ما عنده وظيفة أو ما يقدر يتوظف يروح لوزارة الشؤون يقدم، وهذه خوش فكرة ترى، ممتازة الفكرة، يمشي له راتب شهري. قبل كانت اللي يجينا مسطول صاحي متعاطي مو متعاطي، بيبطل ما بيبطل، كل غير صالح للعمل، غير صالح للعمل، غير صالح للعمل. قام الدكتور عادل كان يقول احنا ليش ما نستفيد منهم؟ مو عندنا ناس متعافين؟ هم اولى. يبا تعال المتعافي انت تخدم عندي في منزل منتصف الطريق، تخدم يعني تشتغل مع المتعافين. الطريقه اللي قلت لك عنها ان المنزل منتصف الطريق القائم عليه كله مدمنين ترى، ها هم المدمنين، جناح كامل متكامل، جناحين
متعافين قصدك؟ كلهم متعافين، مدمنين متعافين، والمشرفين عليهم مدمنين متعافين، واللي تابعونهم مدمنين متعافين. ممنوع تمريض، ممنوع بورتر اللي احد يطبخ لهم، ممنوع احد ينظف لهم، هم اللي يغسلون، هم اللي ينظفون. هذا مزمن تطفطر. انت لما تنهي فتره العلاج تتحول الى دور اشرافي، انت تصير مشرف مقابل هذه الخدمة، تعتبر وظيفة تقريبا مقابل هذه الخدمة اللي قاعد تسويها. أنا أعطيك من الشؤون لا مانع أساس يمشي لك راتب. ليش؟ أنا بحل لك مشكلة الخمس سنوات هذه اللي مرادة تنحل. يعني سويتوها، تعال اشتغل عندي وأنا أعطيك الموافقة. إيه؟ بدال ما أعطي المصدور اللي جايني متعاطي ما يبي بطل، وأنت اللي تبي إعانة شؤون جاي عندي المستشفى تبي إعانة شؤون، أحط لك شروط. في البداية حطينا لهم شروط المتابعة مرة بالأسبوع، متعاطي مو متعاطي تمرني مره بالاسبوع او مرتين في الاسبوع، ولازم تحليلك يكون نظيف. بعدين طورناها الى فتره 3 شهور، وصلنا اليوم الى مرحله 6 شهور لازم تتابع عندي يوميا، بالمقابل انا اعطيك اعانه الشؤون. ويابت نتيجه، لما يجيني 10، 2، 3 منهم يلقحون في البرنامج العلاجي زين. هذه نسبه، هذه نسبه طبيعيه في عالم الادمان. على فكره بس للتوضيح، احصائيا في الادمان كثير من الناس لما تقول له احصائيه علاج الادمان بالعالم مو بالكويت يقول لك بس اي بس بعد تبي يعني اي ترى اقصاها 16-17%. اذا احنا متفائلين، والاحصائيه هذه اخذت من الناس اللي تتابع العيادات الخارجيه لمده 2 سنين، يعني بعد السنتين 16% يمكن قلوا ما تدري كم صاروا. صح. فهذه هذا علاج الادمان. اذا احنا نبي نعترف في وجود مشكله، نبي نعترف في حجم هذه المشكله، ونعترف في صعوبه علاجها، على الاقل في الوقت الحالي. يمكن قدام يصير تطورات في العالم في عالم علاج الادمان ما ادري، بس في الوقت الحالي هذا بالنسبه للمتعارف عليه. في ادويه تعالج الادمان؟ لا، المنهج اللي احنا نستخدمه بدون اكتشاف علاج ما في. لا لا ماكو بوش بوتن، يعني ما في زرار تعطيه الوقت. انت بعطيك الواحد دقيقه اساس الختام الاغلب انت اسمع منك زهره. يعني انا بس بدي اوضح ان المرضى، احنا نتعامل مع المدمنين كمرضى مو كمجرمين. بالضبط. فبالتالي هم بالنسبه لنا ابنائنا، ونسعى الى ان نوفر لهم افضل وقت ممكن وبيئه ممكنه لتعافيهم. وهذا يتطلب فقط منهم انه يكون عندهم الاراده، يتطلب من المجتمع انه يستوعب الظرف اللي هم عاشوه، وبالتالي لما هم يعودون للمجتمع يحضنهم ليتعافوا مو لينتكسوا. هذه مهمه. القضية الثانية اللي ودي أكد عليها، هناك مساحة عمل كبيرة فاضية للوقاية لازلنا مقصرين فيها مع حجم المؤشرات على التعاطي. ما عاد مقبول حقيقة أن نخفي رأسنا في التراب ونقول ما في مشكلة، لأن في مشكلة. وما عاد أن نقول إحنا مجتمع المدينة الفاضلة، مو صحيح عندنا. وبعدين الانفتاح اللي قاعد يصير بالسفر، 70-80% فترة السفر في كل عطلة يسافرون، هذين اللي يختلطون ويشوفون ويعودون أحيانا بذكريات، يعودون بخبرات، لكن قد يعودون بعادات سيئة ما لم يكون سباقين واستباقيين يعني حتى فيها. حتى شاهدتهم في دولة أوروبية مشهورة، يعني يقول لك قهاوي خاصة اشرب قهوتك وخذ حشيشة، وأشوف للأسف شباب صغار قاعد تحسف عليهم. هذا اللي تفضل فيه أخوي أحمد، من أنه الهارم ريدكشن اللي هو تنزيل الضرر، اللي هو توزع انت عليهم السرنجات، تحط لهم اماكن خاصه وكذا، لان خاف انت تبدا بالسيجاره وتنتهي بالابره، لكن يصير فيك ايدز، يصير فيك درن، يصير فيك هيباتايتس او التهاب كبد وباي. حلو. صالح كل مره اقولها لما اطلع في اي لقاء، اقول الكلمه هذه حق المجتمع بشكل عام. المدمن مريض مو انسان سيء، المدمن ما هو إنسان سيء. مجرد ما يتوقف عن التعاطي، مو بشروطه، يتوقف عن التعاطي بالطريقة الصح العلاجية الصح، مو الطريقة العلاجية التأليفية، لا لا، الطريقة المنهجية العالمية متبعة الأنجح في العالم. لو بطل في هذه الطريقة، ترى المدمن ما في شيء، إنسان فعال، وفعاليته تكون جبارة ترى في المجتمع، للعلم يعني. لو قدرنا نستفيد منه بهذه البرامج العلاجية، احنا راح ننجح ونتقدم في مجال علاج الإدمان في المستقبل. على عيدك دكتور أحمد الشطي، شكرا لك. أستاذ أحمد الملا، شكرا لك على الحضور. تامر. أعزائي المشاهدين، وصلنا لنهاية برنامج وجه لوجه. اليوم كان حديثنا عن المخدرات. أتمنى الملاحظات اللي قالوها والحلول أن المسؤولين يقرونها، وكل مطلوب دعم اجتماعي ودعم من الحكومة. أتمنى أن أحد يستفيد من هالحلقة هذه. ادعو الله أن يحفظ الكويت، الكويت ولن، والله يصلح الحال.